كانت يوسف الكبيرة لمساكري ومكانت أيضا سفيان بوفال. هذا يوسف حلوة وصلت خطرة 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 خطرة. مالي وروعة يوسف إلى رافينيا ورافينيا ورافينيا. سلام يا سلام. لمسة 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 لدغة. السومة السومة وياهي السومة وياهي السومة ياهي السومة. الدقي عمر وضعها عمر. هدف غاية في الجمال والروعة بالنسبة للنادي العربي عن طريق عمر السومة. يتقدم الآن يتقدم. حلوة 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 والله. العربي حلو العربي جميل. رافينيا وحامد اسماعيل اخوان. رافينيا وحامد اسماعيل. الله هي ليلة العقيد. جمال انظر الى هذا التفاهم الى هذا النغم الى هذه العظية الاولى. بعد ذلك هنا تحدث التوامة التوامة التوامة. ما فيها شيء. وصلاة على راسه على راسه على راسه. اللي مخلي العربي اللي مخلي العربي على راسه عمر السومة. يسجل ثاني الأهداف. نعم نعم نعم. وين الحل؟ ايش الحل في هذه المباراة؟ لانه في متسع من الوقت. لكن اذا هدى اذا اتى الى اتى 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 العربي العربي العربي. نعم نعم نعم. انظر الى هذه الكرة. لم يكن متسللا هنا. هل كان عمر هل كان السومة في موقف متسلل ام لا؟ كان في موقف متسلل أم لا؟ لكن هو ثالث الأهداف هو ثالث الأهداف. سعود أحمد لم يرفع الراية وهنا